موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. في السنة الثالثة من رمضان، في السنة الثالثة من الهجرة، وفي شهر رمضان، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، التي كانت تلقب بأم المساكين، وذلك لكثرة تصدقها على المساكين. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها عبيدة بن الحارث في بدر. لم يطل بقاؤها في بيت النبوة، إذ أنها توفيت بعد 8 أشهر تقريبا، ولم تكن قد بلغت من العمر 30، وهي الوحيدة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه، وهي أول من دفن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، وهي في ذات الوقت أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضوان الله عليهم. فاللهم ارضى عن زينب بنت خزيمة أم المساكين، وارضى عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين. الحمد لله رب العالمين.